عراقيا، أعلن رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا للانتخابات رياض البدران أن الانتخابات الأخيرة من الناحية الفنية جرت بشكل صحيح. أضافت المفوضية خلال مؤتمر صحفي أن نتائج الانتخابات مطابقة لما هو موجود في صناديق الاقتراع. نحن نطمئن الجميع بأن الانتخابات من الناحية الإجرائية الفنية جرت بشكل صحيح، ونتائج الانتخابات مطابقة لما موجود في صندوق الاقتراع، وأن الأجهزة الإلكترونية التي تم اعتمادها ثبتت لدينا بالدليل مطابقة نتائجها لما موجود في صندوق الاقتراع.